السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم البصل الاخضر بعد شهرين والنصف من زراعته، وان شاء الله حنتكلم عن 3 خطوات ضرورية لازم نعملها في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا البصل الاخضر بعد شهرين ونصف من الزراعة. لو لاحظنا أمامكم ما شاء الله النمو، طبعا لو لاحظنا بدأت أوراق في الإصفرار وهذا شيء طبيعي لأنه حتنمو أوراق أخرى. فأول خطوة لازم نعملها في هذه المرحلة، يعني لو في حشائش بيتم إزالة الحشائش حتى ما تنافسش النبات على الغذاء. وثاني خطوة واللي هي ضرورية كذلك في المرحلة هذه هي التسميد الأزوتي حتى تسرع من عملية الإنبات وكذلك زيادة في المجموع الخضري. لو لاحظنا ما شاء الله طبعا احنا ما زلنا ما سمدناش، وان شاء الله لما نسمد حنعمل حلقة. لاحظنا ما شاء الله البصل، وثالث خطوة لازم نعملها هي الري. طبعا بالنسبة للري يعني ما يحبش الري الكثير، فمرة كل أسبوع أو كل 5 أيام يكون ممتاز جدا. فيعني نحاول نبتعد عن الري كل يوم لأنه ممكن يسبب في تعفن يعني رؤوس البصل في أسفل التربة. فإن شاء الله حنروي مرة كل أسبوع أو مرة كل 5 أيام على حسب حالة الطقس، وطبعا على حسب حالة التربة وعلى حسب حالة النبات. طبعا مثل ما تلاحظوا ما شاء الله هذه خطوط البصل الأخضر، إن شاء الله حيتم ريها. وإن شاء الله حنتابع النبات لغاية الحصاد، ولو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات. وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.